بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال حول الجاه عن أهل البيت عليهم السلام. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الجاه أحد الرفدين. وروي عنه صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول: يا عبدي، رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ وروي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش، ومن سكت مات. قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال عليه السلام: تعينهم بما عندك، فإن لم تجد فبجاهك. فصل جديد: حب الجاه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الزهد في زماننا هذا في الدنانير والدراهم، وليأتين على الناس زمان الزهد في الناس أنفع لهم من الزهد في الدنانير والدراهم. وعنه صلى الله عليه وآله: ما ذئبان طاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: ما ذئبان طاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما في أولها والآخر في آخرها، بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم.